السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم راح نبدأ بمكملات كابحة للجوع نسميها، أو مكملات ترويض الجوع. هن تقريبا 3 مكملات راح أحكي عنهم أنا هذا الفيديو بالفيديوهات التالية. طبعا 3 مكملات. راح نبدأ بمكمل اسمه هوديا. هوديا عبارة عن مستخلص نباتي من أحد أنواع النباتات الصبار، ينمو فقط في افريقيا. هوديا جوردوني اسمه. كانت من زمان القبائل الافريقيه اللي تعتمد بحياتها على الصيد. طبعا رحلات الصيد كانت تاخذ احيانا ايام احيانا اسابيع، فكان موضوع الطعام بالنسبه لهم كان مؤرق. طبعا اكتشفوا انه النبات الهوديا او النبات الهوديا جوردوني لما بتتناول هذا النوع من النباتات أو الصبار بيحسس الإنسان بالشبع لفترة طويلة جدا، فكان جدا فعال مع الصيادين. لما تطور العلم قدروا يستخلصوا المواد الفعالة من هذا النبات وصنعوها على هيئة مكملات غذائية حتى نستعملها في موضوع كبح الجوع والشعور بالشبع. المادة الفعالة بالهوديا جوردوني عنصر اسمه B57 لما بيدخل المعدة مباشرة بيعطي إشارة للمخ أو للدماغ بأنه المعدة ممتلئة بالطعام، فمباشرة توقف عن تناول الأكل عن طريق إفراز هرمون الشبع. المخ مباشرة بيعطي إحساس بالشبع للإنسان. بعض الدراسات على الإنسان وجدت أنه تناول مكمل الهوديا يقلل من تناول الطعام بنسبة 60%، وهي نسبة كتير كبيرة طبعا، ممتاز وفعال جدا. المكمل الهوديا نحن بناخده دائما، مكملات اللي هي كابحة للجوع أو التحكم بالجوع والشبع، قبل تناول أي وجبة غذائية بحوالي نصف ساعة بحوالي ساعة، شرط إلزامي أنه تكون المعدة فارغة تماما من الطعام، رقم واحد. رقم اثنين، تتناول على الأقل مع الجرعة كوبين من الماء لحتى يصير فيه امتصاص، لحتى يصير فيه بعض المكملات تمتص كمية كبيرة من الماء لحتى يزيد حجمها، مش الهودية طبعا. ناخذ على الأقل من 300 إلى 400 ملي جرام، أو جرعة 300-400 ملي جرام من الهودية قبل تناول الوجبة الغذائية، مرتين أو 3 مرات يوميا بيكفي. 300 إلى 400 ملي جرام مرتين إلى 3 مرات، والشرط الثالث تكون على معدة فاضية تماما من الطعام. إن شاء الله بلاقيكم بالمكملات الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله.